يكفيك ذا المصالح الله يرحمه. قال المصالح هذا شيء ثاني. يا الله يا ذا المصالح. أي دور يركب عليه؟ أي والله. حاطة الله يرحمه بعد. قال المصالح يسافر عند سعادة يقول مرة عقد مع شركة مبلغ ترى فنان كبير يعطونه مبالغ. إيه. المهم وجاب المخرج وهذا. خلت وقت الصلاة كان تو الحين يبلش مشهده. ايه سحب عليهم راح صلى. يوم رجع من زعلان الطاقم كله شو السالفة هذا خلص مشهدك بعدين صلى قال حبيب قلبي انا كنسل العقد كله ولا طوف صلاتي حبيب قلبي. يا سلام فعلا كنسل العقد كله عشان الصلاة. يا سلام كان ما يطوف فرض ابن الحلال. يا سلام يوم كان يصورون برمضان الفطور الطاقم كله التصوير يقول ما حد يجيب من برا عندي ابن الحلال كان خير وطيب رجال محافظ دين وحافظ صلاة ومثقف ابو صلاح الله يرحمه فيسلفوا لي عنه والله انا ما لحقت عليه الامانه توفى من زمان وتوفى من 12 سنه بكثر كم له سنه متوفي الحين هو 12 سنه تقريبا ايه